للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بك. لماذا من وجهة نظرك عرضت أراضي محيط مطار بغداد للاستثمار؟ بداية تحياتي للجميع. ما يحدث في العراق عامة وخاصة يس بالوقت الحاضر في بغداد ومحيط بغداد ومحيط المطار بالحقيقة هي هذه عملية مبرمجة، وعملية مبرمجة من بداية دخول الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى حد هذه اللحظة. التجاوزات على حقوق الشعب العراقي والتجاوزات على ممتلكات الوقف السني واضح، يعني هذه التجاوزات كل الناس قاعد تقول وكل المسؤولين يتحدثون بهذه الصيغة. لحد هذه اللحظة في جرف الصخر استولت على أراضي ومقاطعات وبيوت، ولحد هذه اللحظة لم يعودوا سكان المنطقة الأصليين إلى بيوتهم وإلى منازلهم وإلى مزارعهم. هذه العملية عملية مبرمجة ومغطاة من قبل الحكومة العراقية بالتغاضي عن كثير من التجاوزات من المؤسسات الشيعية، مع الأسف من المؤسسات الشيعية بالتجاوز على أملاك السنة من الوقف السني، وهذه موجودة، هذه موجودة في الموصل وموجودة في الرمادي وموجودة في تكريت وموجودة في ديالة، وديالة خير من دليل، يعني استولوا عليها ديالة تماما بالوقت الحاضر. هناك اتهامات لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتطبيق سياسة التغيير الديموغرافي بإعطاء أو عرض هذه الأراضي للاستثمار، الأراضي المحيطة بالمطار. من وجهة نظرك هل عبد المهدي فقط هو المتهم بتطبيق هذه السياسة؟ هي عبد المهدي، الدكتور عادل عبد المهدي هو يؤمر بأوامر إيرانية وليست له إلا أن يوافق ويوقع ما يريدوا منه. حقيقة هذه ما لاحظنا من بداية الحكومة مالته ولحد هذه اللحظة. هذا الشخص هو ينفذ المشروع الإيراني الصفوي لتدمير البنية التحتية للعراق، البنية التحتية في العراق وأملاك العراق والتبديل الديموغرافي، لأنه بعد أن تحتل، بعد أن يحرر العراق من هذه الناس المجرمين والقتلة والسراق، الشعب العراقي راح تكون هناك مشاكل قانونية كبيرة أمام الدولة التي تأتي بصيغة قانونية وبصيغة ديمقراطية لإعادة النصاب. لا يمكن إعادة النصاب بدون أن يحدث ثغرة أساسية في إعادة الحقوق لحقها. هذا ما ذكرت أستاذ ضياء، أن هناك ربما ستكون مشاكل قانونية في المستقبل فيما لو أصبح القرار للشعب. يعني كيف يمكن من وجهة نظرك أن تكون هذه أو تصنف عمليات التغيير الديموغرافي الممنهج مثل ما تفضلتم عمليات تدمير البنية التحتية، كيف يمكن أن تأخذ طريقا قانونيا كجريمة ضد الإنسانية يمكن محاسبة المسؤولين عنها؟ نعم، هذا حدث بالحرب العالمية. أنا أذكر الناس وأذكر القانونيين أنه حدث هذا بالحرب العالمية مثل ما حدث في ألمانيا والنمسا، التجاوزات على بعض حقوق المواطنين النمساويين والألمان من بعض المؤسسات الحكومية النازية بالاستيلاء على أملاك ليست اليهود وإنما حتى الغجر والسياسيين اليساريين والاشتراكيين، صارت تجاوزات على أملاكهم. لكن الحكومة حينما اجت واستولى الشعب على السلطة بدأت المشاكل، والمشاكل ولحد هذه اللحظة احنا قاعد نعرف تحدث حدث هنا وحدث هناك، انه هذه قطعة الأرض وهذا المكان كان تابع لشخص واغتصب من هذا الشخص. هذه موجودة ولحد هذه اللحظة بعض الأمور لم تحل. أنا من هذه الناحية قاعد أنبه، وإنما هي الحل مالتها كل ما حدث من 2003 ولحد ما يستولي الشعب على الدولة وينظم أمور الدولة، يمكن إعادة النظر بكل ممتلكات التي أبيعت في هذا الزمن والذي استولت عليها، إن كان من الوقف السني أو الوقف الشيعي
او حتى من اخواننا المسيحيين. نعم. الذي حدث هناك في الكثير وبقية المناطق، هناك الكثير من الاهالي وقعوا ضحية النزوح وكذلك ضحية التغيير الديموغرافي. ما الوسائل التي يمكن او التي بوسع هذه العائلات ان تقوم بها الان، العائلات المهجرة، لكي تحافظ على حقوقها؟ نعم، هل ثمة وسائل يمكن للعائلات المهجرة من خلالها أن تحافظ على حقوقها؟ العائلات المهجرة هي كل العائلات الموجودة اللي هجرت جبرا أو طوعا أو حفاظا على دمائهم أو أرواحهم. هذه كلها الأملاك التي كانت يمتلكوها لا هي مسجلة رسميا عندهم، وأكو تزوير فيها، جرى تزوير وأخذ هذه الأراضي بتزوير وبرشاوي للقاضي وبرشاوي لكثير من 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 مشاكل أخرى، وسيطرت أو حتى بالغصب التيارات الإسلامية المتطرفة مثل التيار الصدري وحزب الدعوة والمجلس الأعلى، اغتصبوا أراضي جبرا واغتصبوا بيوت جبرا بالبيع، يجبرون المواطن على بيعها. وهذا ممكن أن يعيد حالة، هذا ممكن أن تعاد الأملاك إلى إذا ثبت أنه جبر بهذا. جبر كيف؟ لأنه السعر الذي بيع به أقل من السعر الحقيقي، أو بالحقيقة هو ما كان يرغب بالبيع ولكن جبر بالبيع لأسباب أخرى، لأنه حياته مهددة، أو طفل أو ابنه اختطف، أو زوجته أو بنته اختطفت، وجبر أنه يبيع هذا، استلم المبلغ أو لم يستلم المبلغ. هذه المشكلة القانونية، استلم المبلغ أو لم يستلم المبلغ، أنه حدث خلل قانوني ضد هذا الشخص، انتهاكات لحقوق الشخص، انتهاكات إنسانية لحقوق هذا الشخص. الانتهاكات الحقوقية الإنسانية للشخص لم تسقط أبدا طيلة الحياة. نعم، شكرا لك أستاذ ضياء الشمري من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، نشكرك شكرا جزيلا.